ففي الاعتقاد ديالي وفي تصوري العام فهو يعني تمديد مناسب. وعلاش ما نقولوش انه كان من الامكان للحكومه انها تزيد اكثر، ولكن كنفهموا هذا التمديد هذا على اساس ان الحكومه المغربيه كتعطي اخر اشاره او ربما اخر انذار للمواطنين المغاربه اللي ما بغاوش يلتزموا بالبيوت ديالهم، لان لو تعدينا هذه المده الى غايه 20 ماي ومازال الحالات ديال الفيروس كورونا كتصيب المغاربه، فهذا يدل على اساس اننا سنمر للمرحله الثانيه وستكون خطيره جدا بطبيعة الحال. لهذا من هنا 20 شهر فهي إشارة للمواطنين المغاربة على أساس أنهم يلتزموا الويد ديالهم، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذا البلاء على بلادنا. تم قبل قليل تمديد حالة الطوارئ الصحية في المغرب، وهذا قرار أنا شخصيا أثمنه جدا، خاصة مع ارتفاع صاروخي في عدد الحالات في المغرب وكذلك ظهور بؤر جديدة. ولكن السؤال، شنو اللي وصلنا لهذه المرحلة وشنو اللي وصلنا للتمديد؟ لأن بزاف المواطنين في نظري شخصيا ما خدوش الأمور بواحد الجدية اللي كبيرة بزاف، وهذا الشيء اللي تبين لنا في الصور ديال الأسواق وحتى في الأحياء الشعبية على أساس أنه ما كاين والو، الأمور بخير، حتى لدرجة أنا كنشوف الإنسان كان كيعيش حياته كما كان كيعيشها في الحياة العادية، ونسى كذلك أو تناسى أن تما فيروس كيهدد عائلته وكيهدو حتى هو. آلة تمديد حالة الطوارئ الصحية والحجر الطبي إلى 20 ماي كانت منتظرة ومتوقعة، وأعتبرها ضرورية لأن هناك عدد كبير من المخالطين للمرضى، وهناك تزايد يومي للمصابين بالفيروس. ولكي أنشر الأمل أيضا أقول أن كل الأعداد المسجلة بالمقارنة مع الأعداد المسجلة بمختلف الدول دول العالم تبقى نسبة المغرب هي جد جد بسيطة، وهذا أمر يستحق عليه التنويه والشكر السلطات الولائية داخل المغرب، وزارة الداخلية ووزارة الصحة التي تواجه هذا الفيروس عن قرب وتصطف في الصفوف الأمامية لمواجهته. الأمر ماشي في 20 ولا 27 ولا 30 ولا فوقاش غادي يتسالى الحجر الصحي، ولكن الإشكال الحقيقي وهو أننا نشر ثقافة حب الآخر، ثقافة الوعي، ثقافة تشجيع الآخر على المكوث في المنازل، ثقافة أننا نساعدوا كاع المجهودات الوطنية المبذولة في إطار حماية أرواح المواطنين وحماية البلد من هذا الفيروس الفتاك. أتمنى أن يتم تقليص الأعداد التي تسجل يوميا في الأيام القليلة المقبلة، وأكيد ومتأكد وأتمنى أن 20 ماي غادي نكونوا انتصرنا على الوباء بفضل مجهوداتنا جميعا. بالنسبة لي كمواطن كنعتبر قرار تمديد فترة الحجر الصحي في المغرب قرار صائب، وهو صراحة كان تحصيل حاصل، لأننا أصلا باقي ما وصلناش للذروة ديال انتشار الفيروس، واللي مطلوب منا حاليا هو أننا نلتزموا بشكل أكثر صرامة باش نقدروا ان شاء الله نسيطروا ونحاصروا هذا الوباء. بالنسبه لي انا هذا التمديد لامن الحجر الصحي جاني انا واحد القرار يعني اللي كنت ديجا منتظره، فاش حيت فاش بداو ليطاب الاولى ديال الحجر الصحي وعلم عليها، من كنت كنشوف كنجبر انا بنادم بقى كيخرج، بنادم باقي عنده يعني عنده الدنيا هاني بحال اللي ما كاين ما عندنا لا كورونا فيروس لا لا حتى حاجه، يعني بنادم ما التزمش كيف ما خصو يكون بهذا الحجر الصحي. كاين الناس اللي بيان سور التزمات وجلست في الديور ديالك، ولكن كنتمنوا في المرحله الثانيه الامور تبقى تحت السيطرة، الإنسان يأخذ الاحتياطات ديالو أكثر وأكثر باش نساليو هاد الجائحة هادي، ويكون شهر رمضان أو ختام شهر رمضان مع عائلتنا وترجع صلة الرحم وكذلك عيد الفطر. خذوا الاحتياطات ديالكم اللازمة وبقوا في داركم، وكنتمنوا الأمور كلها تمشي على خير.